هيئة الأرصاد الجوية تفيد بانخفاض تدريجي متوقع في درجات الحرارة لتتراوح بين 32 و 41 درجة حتى نهاية الأسبوع الجاري نتيجة هبوب رياح شرقية. أكدت شرطة عمان السلطانية العثور على جثة مقيم آسيوي في منزله بولاية مطرح، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة وقعت بدافع السرقة. بدأ أهالي جبل الشمس في حصاد وتسويق منتج ثمرة المشمش في سوق الحمراء، ويتراوح سعر الكيلو الواحد منه من ريالين إلى 3 ريالات.